يو والاصدقاء، اليوم غادي نبارطاجي معكم كيفاش غنصاوب موسيقى من الاول حتى الاخر. البلاجينز اللي غادي نيوزي هو ميسيف اكس ديال نيتيف انسترومنت، وعاوتاني عندنا فليكس. نطلق الريكورد وغنمشي مع الاحساس تنشوفوا شنو نقدروا نحطوا بايدينا. الوغ ليتس جو. واو نشدلو هاد اللعيبات هادو وغنديرو ليهم واحد اللعيبة سحرية. بقاو معانا نحاولو نزربوها. سمعتوا لايات كي ولات؟ لايات فاش بطل لتحت ضروري يكونوا تزادوا لنا واحد لي فريكونس جداد في اللو فريكونسيز، وهذوك لي فريكونس اللي تزادوا في اللو فريكونسيز غادي ياثروا لنا على الباس ولا الاير او اتش فاش غنجيتيو. الو غادي نمشي وغادي نقطع. صافا صافا، الى ضربات في الميت صافا، المهم خصها توصل لي فريكونس ديال الباس. هاد لاي هات صايغ الرانديه باش بلا ما نلقى مشاكل من بعد في شي حوايج. ودابا غادي نمشي باش ناجوتي الكلاب. ليتس جو. دابا غنمشي نزيد ريم شوت. دابا غنزيدو واحد سنار كنظن بلا تعطيو واحد الفايب زويون. في الاخر جات وارد بوطوط. بيبي اوسو بيبي اوسو نيكس موني هي اوري او او برايم. ناري 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 الشيء كيطلع الاصدقاء غريب وعجيب. اراءكم في الكومنتيرات. اللي بغى يسمع هذا البيت كامل مكمول غادي تلقاو اللين في الديسكريبشن. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات. كان معكم كابرين، تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس عليكم.